الثروة الأولى التي يتمتع بها أي بلد، ولا أحد ينكر أهمية السكان كثروة بشرية هائلة لمصر. ولكن حينما تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين، هنا تبدأ المشكلة. ووفقاً للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر حالياً 103 ملايين نسمة، وهو رقم هائل بالنسبة لقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض في معدلات البطالة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على النمو خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، مشدداً على أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية. ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر الأساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وينفذ المشروع على مدى 3 سنوات من عام 2022 إلى عام 2024 وفقاً لقواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. لسه مكملين حلقتنا النهاردة، ومشرفنا في الاستوديو ولقاء مهم جدا عن موضوع مهم وهنفضل نتكلم عنه طالما لازلنا بنعاني منه كمجتمع مصري، وهو الزيادة السكانية. وعلشان نتكلم أكتر عن هذا الموضوع بيشرفنا بالحضور سيادة اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا ست لواء، شرفنا منور. أهلا بيك، أهلا وسهلا. حابة أبدأ مع حضرتك من أحدث يعني ما أثير في هذا الموضوع، وهو أن يتم طرح قانون بينص على لكل امرأة مصرية الحق في أن هي تنجب طفلين. حضرتك شايف القانون ده إزاي، وهل هو هيكون حل يعني مجدي أن هو يواجه ظاهرة الزيادة السكانية في مصر؟ الحقيقة أنا بشكرك على هذا السؤال المهم، بس اسمحي لي أبدأ لقائي معاكم بالحدث اللي كان النهاردة الصبح اللي شرفه فخامة الرئيس في الاحتفال بيوم الشهيد. وعايز أوجه من خلال برنامجكو المتشاف ده رسالة لمجتمعنا ولشعبنا العظيم. احنا شفنا النهاردة الصبح قد ايه أسر وأباء وأمهات ضحوا وقدموا فلذات أكبادهم فداء لهذا الوطن، علشان نقدر نتغلب على ظاهرة الإرهاب اللي بنواجهها من فترة ليست ببسيطة. صحيح. الرسالة إيه؟ الرسالة النهاردة أب وأم عندهم ابن وحيد ضحوا بيه، وهم مقدرين هذه التضحية ومرحبين بالتضحية دي، وشفنا النهاردة الصبح هذا الكلام. عندنا أسر عندهم بنت أو بنت وحيدة يمكن، أو عندهم بنت من أبنائهم فقدت زوجها وهي في سن الشباب، ويمكن عندها أطفال. البنت دي ترملت صحيح في مقتبل عمرها، وكمان عندها أطفال يمكن اتيتموا، هم لسه ما يعرفوش معنى الحياة. دي تضحيات كبيرة جدا قدمها طبعا ناس في مجتمعنا طبعا. واحنا في الظرف اللي احنا موجودين فيه ده بنقول لباقي الشعب بقى والمجتمع، الناس اللي قدمت التضحيات دي هم بس اللي هيقدموا تضحيات؟ لا، احنا عايزين باقي المجتمع بقى يقوم بدوره او يتحمل مسؤولياته ويعي حساسية الظرف اللي احنا موجودين فيه، بان كل واحد يقوم باللي عليه. يعني مش بنطلب ان الناس يقوموا بتضحيات عظيمة زي التضحيات اللي قدمتها بعض الاسر، لكن اللي علينا ايه بقى؟ كل واحد في موقعه يتقن عمله، الطبيب يتقن والمهندس يتقن والعامل يتقن وكل من هو مسؤول عن انتاج يتقن، باقي الشعب ده في الظرف اللي احنا فيه دلوقتي والحرب وانعكاسات الحرب الاوكرانيه الروسية، عندنا نحد من الاستهلاك او نستهلك ما نحتاجه فقط، ونبقى مقدرين حساسية الظرف اللي احنا موجودين فيه. صحيح. يبقى نشارك كلنا في ان احنا ندعم الدولة وفي جهودها علشان نقدر نحقق او نستمر في الانجازات
اللي الدولة بتقدمها. صحيح. ونحقق أو ويبقى عندنا مكاسب ونأمل في عيشة أفضل لكل شعبنا، وندعم الحكومة وندعم فخامة الرئيس في كل الجهود اللي هم بيقوموا بيها. طبعا. ده شيء يعني أستغل الحدث بتاع الصبح في أن احنا نوجه هذه الرسالة. طبعا. السؤال اللي حضرتك قلتيه من شوية بتاع القانون، يعني احنا عندنا في القضية السكانية دي ومواجهتها في حوافز إيجابية وفي حوافز سلبية. في دول راحت للحوافز السلبية، حددت عدد بالقوانين، حددت عدد الأفراد زي الصين في بداية السبعينيات. وفي دول بتقدم حوافز إيجابية، تقدم للأسرة الملتزمة حوافز في التعليم، ويمكن حوافز. والنهاردة شفنا في المؤتمر القريب اللي عمله برضو فخامة الرئيس لتنمية الأسرة المصرية إن كان في تفكير في حافز إيجابي، لأن احنا وثيقة تأمين للسيدات اللي هم في سن الإنجاب بعد ما يخلصوا سن 40 سنة، ويبقى عندهم وثيقة تأمين بمبلغ كويس للي قدروا يحافظوا على مستوى الأسرة في حدود الطفلين. ده حافز إيجابي طبعا. دايما وعندنا في مصر الحوافز السلبية زي اللي حضرتك قلتيها، القانون ده يعني انا لا ارجح هذا، وما اعتقدش الاقتراب من المشكله من هذا الباب ممكن ان يحقق النتائج اللي احنا عايزينها، لان احنا عندنا معتقدات وعندنا عادات وتقاليد، ويمكن الموضوع ده ما يتمشاش مع طبيعه شعبنا. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم إن المشكلة السكانية دي حاجة يعني تاريخية، وكان دايما الصراع بين السكان والموارد. كان في عالم إنجليزي في منتصف القرن 18 روبرت مالتوس، ده كان بيقول إن السكان بيتزايد بمتوالية هندسية، في حين إن الموارد بتتزايد بمتوالية عددية. طبعا حضراتكم تعرفوا الفرق بين الهندسية والعددية، واللي بيسمعونا برضو الهندسية دي بنضرب في بعض بنضرب، ولكن المتتالية العددية بنجمع. أيوه. شك ان ده مع ده يسبب، اذا كان نظرية مالتوس كان بيقول ان دول السكان بيزيدوا هندسيا والموارد بتزيد عدديا، ده يشكل كارثة، لان مش هنلاقي موارد للسكان طبعاً. ولا بد من تدخلات خارجية عشان ضبط هذه المنظومة. يعني ايه تدخلات خارجية؟ يعني حروب، أوبئة، أمراض. هي دي اللي ممكن لما تحصل ويحصل التوازن، يعني يبقى بنتدخل بشكل مباشر في الحد من عدد السكان بالتدخلات الخارجية، هو مش شايف ان هي دي ايه. انا قصدي اقول من القرن ال 18 واحنا عندنا الجدل بين السكان والموارد. اعتبر حضرتك يمكن كان دي اسمها نظرية متشائمة، لكن في نظريات بعد كده جت ونقدت هذه النظرية وقالت لا، ده السكان دول بيبدعوا وعندهم وفي بحث وتطوير وفي ابداع، ممكن البشر دول ينتجوا افكار تولد موارد تتوازن مع عدد الايه السكان اللي بيزيدوا بايه بشكل كبير. إذن فكرة وجود القانون ده مش هتكون متلائمة مع طبيعتنا المصرية. ما اعتقدش ابدا ان احنا، واحنا كنا شفنا في المؤتمر اللي عمله مع فخامة الرئيس مع الأسرة تنمية الأسرة المصرية، ما كانش فيه الطرح بتاع القانون الملزم بعدد أفراد، لكن كلها حوافز إيجابية تشجع الأسرة على الحد من الإيه من زيادة. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم برضو واللي بيسمعونا، إن المشكلة السكانية دي مشكلة ديناميكية. يعني إيه ديناميكية؟ متغيرة، متحركة. بالظبط، متحركة، ما هيش حاجة ستاتيك. صحيح. لا، ده ودول العالم مارست هذا الكلام. يعني لما يبقى عندك موارد ومواردك متاحة، أيوه، السكان دول أهم مورد لأي دولة. طبعا كل ما المورد كبر كل ما الحاجة دي تبقى إيجابية طبعا. لكن إمتى يبقوا بيضيفوا لقدرة وإمكانيات الدولة؟ لما الدولة يكون عندها موارد تصرف على السكان دول وتحسن خصائصهم وتوفر احتياجاتهم التعليمية والصحية والتشغيل والمساكن وكل ده. فلما الدولة لو عندنا موارد احنا هنشجع على زيادة السكان، لأن اللي مش هيلاقوا له بعد ما يتخرج ويبقى يدور على فرصة عمل حتى لو هو
طالما خصائصه مرتفعة، لو هو ما يقولش فرصة عمل في الدولة ممكن يتصدر بقيمة كبيرة يبقى مصدر دخل للدولة جاي، بدل ما يبقى مثلا بنصدر عمال ويروحوا مزارعين ويروحوا، مصادر دخلهم بتبقى محدودة وهم بيحولوا تحويلات لدولتهم، لكن ده هيتصدر دكتور ومهندس وعامل ماهر، ويبقى عندنا دخل من العمالة اللي احنا صدرناها طالما عندنا الإمكانيات ان احنا نحسن الخصائص. صحيح. فلو عندك موارد افتح للسكان، هي معادلة، لو عندك موارد افتح للسكان، لو ما عندكش موارد يعني لازم تحد الجانب السهل في المعادلة. انت عشان تعمل موارد عايز تعمل تنمية اقتصادية مستدامة طبعا 7-8-10% على الأقل، 3 أضعاف النمو السكاني عشان تحافظ على مستويات المعيشة. بس عايز أسأل حضرتك ست اللواء في النقطة دي، في ضوء الإحصائيات والأرقام اللي احنا بنرصدها من كذا سنة، احنا تقريبا العشر سنين اللي فاتوا نسب النمو اللي حصل في الزيادة السكانية هل بتتوافق مع الموارد؟ مؤكد لا، ده احنا عندنا بعد الثورة في 2011 كان النمو السكاني عندنا يزيد عن 2.5%. أيوة. والنمو الاقتصادي ما كانش بيجيب 1.5%، اللي هو كان يعني لما بنقول 3% 3 مرات النمو السكاني، يعني عايزين 7.5 على الأقل. واحنا كنا بنزيد بواحد ونص اقتصادي، ده معناها كارثة طبعا، ده معناها بطالة وفقر وانخفاض كل الخصائص بتاعت السكان، مش قادر تلاقي موارد تصرف على السكان اللي عمالين يزيدوا بالزيادة الكبيرة دي. فنرجع تاني للديناميكية، احنا عندنا دولة زي إيران مثلا أثناء الحرب العراقية الإيرانية كانوا بيشجعوا زيادة السكان عشان يواجهوا الخسائر بتاعت الحرب. لما الإمام الخميني جالهم بعد الثورة وبعد انتهاء الحرب، الإمام الخميني قال عايزين نحد من عدد السكان عشان الموارد تكفي. بعد شوية الموارد كانت موجودة والسكان بكانوش، الإمام الخميني لما جه على فكرة كان من ضمن تحديد عدد السكان ان هم دعا الى التطعيم التعقيم الطوعي للرجال علشان يقدروا يحدوا من المشكلة، اللي كانوا بيشجعوا اثناء الحرب بزيادة السكان رجعوا يقللوا. لما السكان زادوا، حاليا إيران النهاردة بتشجع على زيادة السكان. فعلى حسب الموارد اللي موجودة الدولة تتحرك في المشكلة السكانية إيجابا وسلبا طبقا لتوفر الموارد. فإحنا بنقول الفترة اللي احنا فيها، احنا عندنا من سنة 16 عملنا إصلاح اقتصادي صحيح، وبنحاول يعني نتغلب على أثار فترة طويلة ما كناش بنقدر ناخد قرارات جريئة عشان نقدر نصلح اقتصادنا. اقتصادنا اللي بيحاول ينمو وبيحاول، الحكومة بتبذل مجهود كبير جدا وسيادة الرئيس عمال يعمل في بنية تحتية وعمال يعمل في مشاريع، لكن الزيادة الكبيرة بتاعت السكان دي مش مخليانا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الفصل في المدرسة بيتكلف بأسعار من 3-4 سنين ساعة ما كنت في جهاز الإحصاء كان بيتكلف حوالي 300,000 جنيه الفصل، الفصل الواحد، الفصل اللي فيه 50 طالب عايز 300,000 جنيه. فلما احنا بيبقى عندنا 2.5 مليون مولود في السنة سنويا، تخيل كمية المليارات اللي انت عايز تصرفها علشان بس توفر فصل. لسه ما اتكلمناش على المدرس، لسه ما اتكلمناش على الكتب، لسه ما اتكلمناش على المناهج، لسه. فانت السكان دول هما المقام اللي بيتقسم عليه كل مواردك. عندك دقيق ولا قمح وعايز توزع على السكان، هما المقام. كل ما المقام كبر يبقى لازم البسط اللي فوق ده يتكبروا وتصرف قد كده بقى عشان الناتج او نصيب الفرد يبقى معقول. صحيح. في كل الموارد اللي عندك سواء تعليمية او صحية او خدمات اخرى، نقل او مواصلات او اسكان، فكل ده السكان في الفترة اللي احنا فيها زي ما دايما كنا بنقول هم في المرحلة دي هم نقمة، هما مشكلة، هما ما هماش أبدا في صالح الدولة، لأن الدولة بتحاول توفر الموارد علشان تقدر تحسن خصائص السكان. صحيح. واللي أنا عايز أقوله لحضراتكم برضو إن السكان في قانون عالمي بيقول إيه، إن كل مستويات المعيشة انخفضت
كل ما الناس تنجب أكتر. فالظاهرة دي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بانخفاض مستويات المعيشة. يعني الحل الحاسم ليها إنك تنمية مستدامة عشان تقلل مستويات الفقر. إن الفقير بيعتبر ابنه دخل وش إنفاق. صحيح. حضرتك وحضرتك بتعتبروا أولادكوا إنفاق. قبل ما تجيبوا أولاد بتشوفوا هتنامون في البيت وهتودوهم أني مدارس. صحيح. وإمكانياتكوا هتقدر تعمل كده ولا متقدرش، إذن ابنك إنفاق. لكن الفقير ابنه دخل، هو ما بيتكلفش حاجة في الولد اللي بينجبه ده، بإمكانيات بسيطة، الأم بترضعه وبعدين بيلبس أي حاجة، وبعدين يجي سن المدرسة ما يروحش، 5-6 سنين يبعته يشتغل يجيب دخل للأسرة. إذن الدخل من المستحسن أنه يكتر. بجانب بعض التقاليد والعادات والأفكار اللي بيقولك دول عزوة ومش عزوة وكلام زي كده، لا، بجانب كده هم دخل. فده قانون عالمي، مش عندنا في بلدنا، في العالم كله، مسلمين ومسيحيين ولادينيين وبوذيين، كل دول كل ما دورت على المستويات تشوف الفقراء ايه، تبقى جايبين اولاد اكتر على. صحيح. فانت عشان تحل المشكله على مدى طويل لابد ان التنميه، وده اللي كان فخامه الرئيس بيقوله في المؤتمر بتاع تنميه الاسره المصريه، هو حل متكامل. صحيح. صحي وتعليمي ومجتمع مدني وازهر ودار الافتاء والكنيسه والمجتمع المدني والقطاع الخاص والدوله كلها طبعاً. تشارك في التنميه وفي تمكين المراه وفي تعليم المراه وتشغيل المراه وكل ده، وتعليم الأولاد الثقافة الإنجابية في المدارس وفي الجامعات، والثقافة دي تبقى موجودة، كل ده كلام في غاية الإيه؟ صحيح. الأهمية، علشان دي التنمية المستدامة اللي هتحل مشكلة الفقر المرتبط بشكل مباشر بالنمو الإيه؟ السكان. صحيح. استأذنك سيادة اللواء نخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا. مشاهدينا نخرج لفاصل ودقائق ونرجع لحضراتكم بعد هذا الفاصل. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين لقائنا الخاص مع سيادة اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق. وبنتكلم مع سيادة اللواء عن موضوع مهم، هو موضوع الزيادة السكانية. بنجدد الترحيب بحضرتك سيادة اللواء مرة تانية. أهلا بحضرتك. الشريحة رقم 2 الموجودة عند الكنترول هي فيها أبعاد المشكلة السكانية ثلاث حاجات، اللي هو توزيع غير متوازن للسكان على مساحة الأرض اللي احنا بنعيش عليها. أيوة. زي ما يكون عندك كده بيت فيه 10 أوض، فانت قاعد كل الناس اللي في البيت ده قاعدين في أوضة واحدة، وسابقين بقية الايه 9 أوض، الوادي والدلتا. محافظات الحدود كلها 5 فيهم 2% من السكان. يعني عندنا 5 محافظات فيهم 2% من السكان. أما الدلتا ووادي النيل هم اللي فيهم بقية السكان. فدي أبعاد، ده عدم انتشار غير متوازن لاستخدام الأرض للسكان. وده اللي الدولة بتحاول النهاردة تعيد توزيع السكان على رقعة الأرض، وتخلي المساحة المأهولة بالسكان تتعدى 15%. احنا بنشاهد على الهواء دلوقتي حضرتك البيانات اللي حضرتك أشرت ليها موجودة. الحاجة التانية، الخاصية التانية، انخفاض خصائص السكان نتيجة ان ما عندكش موارد تعلمهم كويس وتوفر لهم خدمات صحيه كويسه، فخدمات وخصائصهم ايه منخفضه، بيخليهم عبء على الدوله، ما هماش بينتجوا. صحيح. ويضيفوا لانتاج الدوله. خصائص السكان اللي هي اكتر حاجه مستوى التعليم بنتكلم فيها، وكمان لو صح. هو بيشتغل والصحه وكل الكلام ده كله هي خصائص السكان. طبعا هم دي خصائص منخفضه لقله الموارد عشان ترفعي نسبه السكان الكتار اللي بيجوا له كل ايه كل سنه. الخاصيه الثالثه اللي هو اكبر واخطر حاجه، هو معدلات النمو الايه المرتفعه. فالشريحه الثالثه فيها معدلات النمو من سنه 95 للنهارده، احنا وصلنا اكبر معدلات نمو في سنه 2014. كنا بنجيب في السنه عدد المواليد يعني كان 2,700,000 مولود كل سنه. يعني احنا خفضنا 200,000 حاليا. احنا حاليا دلوقتي بنصل الى 2 مليون
و 160,000 بدل ما كنا 2,700,000 فعبر من سنه 14 النهارده طبقا للوحه اللي كانت طالعه اللي هي رقم 3 شريحه رقم 3 ظاهره معنا على الشاشه دلوقتي ان هم وصلنا البيك بتاع 2014 ثم السياسات السكانيه والمجهودات خلال الفتره السابقه بتخفض بس التخفيض تخفيض بسيط لا يتناسب لسه مع الايه مع الموارد. الحاجه اللي كنت بقولها لكم من شويه ان ارتباط الفقر بالايه معدلات النمو لو جبنا الشريحه رقم 6 هنلاقي ان اكبر المحافظات إن المحافظات اللي فيها اللي بتتعدى معدلات المتوسط العام لو شفنا كده هنلاقي المحافظات الصعيد كلها الملونه اللي عمدتها دي كلها من الصعيد. ليه اشمعنى هم دول اللي فيهم معدلات زياده؟ لانهم الافقر الافقر. فدي بنبرر الايه الزياده السكانيه وارتباطها بمعدلات الفقر يعني كل المحافظات يا ست اللي هو في الصعيد اللي فيها المعدلات يعني مرتفعه بالنسبه للفقر ومعدلات النمو محافظه ايه؟ انا بقول لحضرتك محافظات الصعيد بشكل عام. ويمكن لو طلعنا اللوحة رقم أنا هفتق بس في اللوحة رقم 10 اللوحة رقم 10 فيها إيه؟ فيها ارتباط الفقر بحجم الأسرة. فلو حضرتك شايف اللوحة رقم موجودة معنا على الشاشة برضو دلوقتي الأسر اللي هي فيها ثلاث أفراد نسب الفقر قدام حضرتك كام؟ أقل من 5%. صحيح. شوف الروح بقى للأسر اللي فيها 10 أفراد اللي هم فين بنلاقيهم فين؟ عند الفقراء. مفيش حد أسرة متوسطة أو أسرة غنية فيها 10 أفراد في الأسرة. اتبع لحضرتك طبعا. فده برضو بيبين لنا إيه اللوحة الأخيرة اللي هي رقم 11 فيها الفقر بالأقاليم نسب الفقر في الأقاليم. فنبص نلاقي في اللوحة بين قدامنا إن أكبر إقليم فيه فقر هو إقليم ريف الوجه القبلي. ريف الوجه القبلي يتعدى 48% على فكرة. ده في 19-20 قبلها بسنتين كان المتوسط العام لمحافظات الصعيد 50% فقر. كان في محافظة مش عايز أقول اسمها 63% فقراء في الصعيد. مجهودات الدولة خلال الفترة اللي فاتت خفضت هذه النسب في لأن التنمية راحت للصعيد بشكل كبير جدا. شفنا سيادة الرئيس لما راح قعد أسبوع في الصعيد ويفتتح ومشروع حياة كريمة لما يكمل إن شاء الله اللي بيستهدف 60 مليون مواطن في ريف مصر. فدول كلهم برضو ده اللي كنا بنقوله بشوية إيه اللي هيخلينا نتغلب على المشكلة السكانية؟ التنمية. التنمية والمشروعات اللي هتتوفر في حياة كريمة لكل المحافظات وخاصة اللي احنا بادئين بيهم كلهم مراكز ومحافظات ايه الصعيد. صحيح. هي اللي ليها أولوية. انا وريت حضراتكم ازاي الفقر مرتبط بالايه بالمشكلة السكانية. حضرتك كنت بتتكلمي في القانون وانا قلت ان القانون ده يمكن ما يبقاش مؤثر قوي. لكن ارتباطا بقى بموضوعات الفقر والكلام ده هو اين يوجد الفقراء عندنا في مصر؟ بيوجد زي ما اللوحة كانت بتقول من شوية في ريف الوجه القبلي. مش بس في الريف بشكل عام وخاصة ريف الوجه القبلي. طيب السكان دول ازاي هنقدر نأثر فيهم بشكل سريع ومش هننتظر لغاية لما نخلص كل خطة التنمية لان دي هتاخد معانا وقت. طبعا احنا ممكن نعمل اجراءات حالة بسرعة. في اجراءات حالية ممكن تتاخد بسرعة تحل الموضوع؟ انا هقول تجربة بنجلاديش. تجربة بنجلاديش كانت من 40 سنة متوسط حجم الأسرة 8 افراد. 8 افراد. هم النهاردة 2.4 طفل للأسرة. عملوا التغيير الكبير ده التزموا بحبه حاجات احب ان انا اقولها ويا ريت احنا نبقى نعملها. يا ريت. العمود الفقري بتاع اللي عملته بنجلاديش هو حاجه اسمها الاتصال المباشر. الفقراء اللي في الاطراف دول مهما تعملي من توعيه هم لا اولادهم بيروحوا مدارس ولا بيسمعوا الحملات التوعيه وهم فقراء الناس دول عايزين ايه؟ عايزين حد يخبط على الباب. وخاصه يا ريت تكون باحثه مش باحث. ويقعد مع ربة الأسرة
وياريت يقعد مع رب الأسرة كمان. وده بيحصل كان في بنجلاديش وأنا شفت ده في فيديوهات. كانت الباحثة بنجلاديش زي عندنا زي احنا زي ما قلت من شوية احنا كنا كلنا قاعدين في أوضة واحدة يعني الكثافة السكانية موجودة جدا لكن هم عندهم انتشار البيت بينه وبين البيت التاني. فكان الفيديو يطلع الباحثة عمالة بتمشي على طرق غير ممهدة برجليها وماسكة شمسية ومتحرك من البيت ده للبيت ده عشان تقعد مع ربة الأسرة وتقنعها وتوعيها وتعرفها ويمكن يكون معاها شوية وسائل من الوسائل السهلة البسيطة اللي تقتنع بها ربة الأسرة تديها ما كانش بتاخدها من إيدها إلى وحدة صحية وحدة صحية متوفر فيها خدمة تنظيم الأسرة هنلاقي فيها مقدم خدمة جيد وهنلاقي بقى بتقدم بعض الخدمات اللي ما تقدرش الباحثة تقدمها في البيت هتركب لولب هتركب كبسولة تحت الجلد وسائل اللي هي بتوقف الإنجاب عند المرأة وسائل طويلة المفعول غير الحبوب والحاجات البسيطة اللي بتديها سواء للرجل أو للمرأة بتوزعها عليهم بنفسها الباحثة فاللي بيعوز ياخد حاجات طويلة المفعول أو اللي هي شايفة الباحثة أنه ياخد حاجات طويلة المفعول تاخده وتروح بيه على الوحدة الإيه؟ الصحية يلاقي مقدم خدمة جيد ووسائل الموجودة بشكل سريع كمان يا سيدة اللواء يعني فكرة أن هي مجرد ما أقنعتها أخدتها على طول مش هتسيبها تفكر ولا تشاور دي ولا تشاور ده احنا بنقول اتصال مباشر يعني باحثة عندها تاسك عدد معين من الأسر خدت بال حضرتك وبعدين تروح الوحدة احنا عندنا الحقيقة وحدات صحية بعدد كبير جدا وفي كل حتة لكن عندنا مشكلة كبيرة في مقدمي الخدمة اللي موجودين الأطباء اللي بيتخرجوا واحنا عارفين مشاكل الأطباء عندنا وازاي هم بيكلفوا وازاي لو رحنا النهاردة في أي مركز من مراكز اللي موجودة في الصعيد هنلاقي مثلا في المركز ده 20 وحدة صحية لو جينا دورنا وبحثنا بجد على الوحدات اللي بتقدم خدمة تنظيم أسرة مش هنلاقي 25% منهم بيقدم الايه الخدمة دي أتمنى أن يكون الرقم ده زاد شوي لكن ده الواقع اللي أنا شفته بنفسي وأنا كنت بألف هذه المحافظات أثناء التعدادات السكانية وتدريب على التعدادات ده شفته بنفسي فالنهاردة هنروح الوحدة هنلاقي مفيش مقدم خدمة لأن الطبيب اللي هيبقى يتخرج من القاهرة أو حتى من أسيوط عشان يروح المركز عنده ده عنده طموح في انه يدرس فعايز يقعد جنب الجامعة وعايز يروح يحضر محاضرات وعايز 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 طب نعمل ايه في مقدم الخدمة ده كذلك برضو الممرضات واللي بيقدموا الخدمة من مساعدي الاطباء برضو فيهم نقص شديد طب نعمل ايه الخدمة دي مش محتاجة طبيب الخدمة نوع الخدمة ده اللي في الوحدة ده اللي يقدم الخدمة مش محتاجة طبيب وعندنا جامعات ما شاء الله النهاردة موجودين في كل المحافظات احنا لو عملنا معهد تعليمي معهد وخاصة يبقى اللي موجودين فيه معظمهم من الإناث عشان السيدات في الحتة دي بيحبوا يتعاملوا مع الايه الإناث أكتر التواصل يبقى بسهولة يعني. حاجة سهلة ان احنا يبقى عندنا معهد تعليمي يخرج مقدمي خدمة يعملوا الخدمات البسيطة دي اللي في ايه اللي مطلوبة مش محتاجة طبيب وكمان برضو على نفس الخط المتوازي المساعدي الأطباء من وهكذا طيب الوسائل اللي مفروض تبقى موجودة في الوحدات دي هل هي كافية هل هي متناسبة مع الاحتياجات لا مؤكد احنا بلد زي بلدنا وعندنا المشكلة بالحجم ده لابد أن نصنع هذه الايه واحنا قبل كده في وزارة الصحة بالمبادرات الكبيرة اللي اتعملت في وزارة الصحة احنا صنعنا المصل بتاع فيروس سي صحيح وده حاجة معقدة فما بالك بالحاجات البسيطة بتاع تنظيم الأسرة اذا احنا بلد زي بلدنا لازم تعمل المعهد في المحافظة عشان ولاد المحافظة ينتشروا في اقسام الايه ومراكز الايه المحافظة هم والممرضات والوسائل اللي يبقى عندنا مصانع نغرق بيها كل الوحدات الصحية دي يبقى اللي هتعمل الاتصال المباشر ده وزارة الصحة عندها حاجة اسمها الرائدات الريفيات دول كان عددهم من فترة كبيرة 13,000 كبروا في السن وبقوا كمان بيكلفوا بمهام أخرى غير مهام الإرشاد للأسر وكلام من ده احنا عايزين بقى الجامعات اللي موجودة
في المحافظات كلها. البنات اللي موجودة في المحافظات دي ممكن يبقى من خلال البرامج التعليمية شيء تطوعي يعملوه في البرنامج التدريبي بتاعهم أو خدمة مجتمعية تعملها وتنتشر هذه البنات أو حتى ممكن الولاد في بعض الأحيان إن هم يبقوا هم اللي يعملوا هذا الاتصال المباشر. وإحنا عندنا في لما بنعمل التعدادات السكانية بيبقى عندنا بنستخدم 50 و60 ألف واحد علشان بننظم العملية ويبقى كل واحد مسؤول عن شياخة في الحضر أو قرية في الريف ودول ممكن يتوزعوا وتبقى كوتات وتتعمل وتتنظم بحيث نحقق الاتصال المباشر اللي بتخبط على الباب دي وترشد ثم تاخد وتودي على الوحدة الصحية فيها مقدم خدمة وفيها وسائل. بالشكل البسيط ده اللي مش محتاج يعني مجهود عظيم نقدر إلى أن تتحقق التنمية المستدامة اللي احنا كلنا ان شاء الله واثقين انها تحصل بس هتبقى عايزة لها شوية وقت. لكن المعهد ده ممكن يعني المعاهد اللي في في الجامعات اللي في المحافظات دي يطلعوا لنا مقدمي الخدمة دول والبنات اللي في الجامعة بيدرسوا ياخدوا تاسك بان هم عندهم واجب مجتمعي يتعمل لهم في البرامج التعليمية بتاعتهم. ده شيء مهم عشان يبقى تكليف ليهم علشان يقدروا الأسر المحددة دي ونقدر نساعد في جهاز الإحصاء يقدر يساعد في إن هو ينظم مثل هذه العملية بحيث إن دول يخبطوا على البيبان كلها سواء في الريف أو حتى صحيح. في المناطق المأهولة بالسكان اللي على أطراف المدن. وبالتالي يا ست اللي هو نقدر نقول إنه موضوع الاتصال المباشر ده قد كده مهم جدا مع موضوع التنمية المستدامة اللي مصر بتسعى ليها. المستدامة دي أساس بس عايزنا وقت شوية. الاتصال المباشر وما اتصل به من إمكانيات مقدمي خدمة ووسائل في الوحدات الصحية. الوحدات الصحية عندنا منتشرة جدا صحيح. وموجودة ومبنية وفيها إمكانيات بس هي ناقصها إيه؟ حاجتين: مقدم خدمة ووسائل متوفرة يعني في الحتة الأطراف دي اللي هي بتسبب لنا أكبر عدد من السكان ممكن تبقى مجانا وإحنا بنصنعها تبقى أسعارها معقولة فده ممكن يبقى حل على المدى القصير. صحيح. سيادة اللواء احنا سعداء جدا بتشريف حضرتك لينا النهاردة وبكل التفاصيل والمعلومات مش بس الإيضاحية لكن كمان الاسترشادية اللي نقدر نشوف بيها المستقبل ونستشرف بيه خطوات عملية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار. اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وانا بشكر لكم جدا على هذه الفرصة. نشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم. كده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة وكمان ختام حلقات هذا الأسبوع. يتجدد لقائنا يوم السبت اللي جاي من الساعة 9 للساعة 11 مساء. تصبحوا على ألف خير.